مع حضراتكم. عارفين بكرة إن شاء الله مواجهة النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي في تمام الساعة 7 على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية. هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 20 لبطولة الدوري الممتاز. مواجهة مهمة جدا للنادي الأهلي، لا تقبل القسمة على 2، لابد فيها من تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط من أجل الاقتراب نحو صدارة المسابقة. زي ما حضراتكم عارفين ان صدارة الدوري حتى الآن لنادي بيراميدز 35 نقطة، الأهلي في المركز ال 11 برصيد 21 نقطة، ولكن لا يزال متبقي له 5 مباريات فارق ما بينه وما بين بيراميدز. لو إن شاء الله ربنا كرمنا وقدرت تكسب ال5 مباريات، لو زودت ال 15 نقطة على ال 21 نقطة اللي موجودين عندك، إذا أعتقد إن إحنا هنبقى هتبقى 36 نقطة، وبالتالي تتصدر مسابقة الدوري العام. النهاردة اختتم الفريق تدريباته الجادة، ثم سافر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لحين موعد المباراة. كولر كان حريص إن هو يذاكر فريق الإسماعيلي الحقيقة كالعادة، وإنه يحط إيده على نقاط القوة والضعف في النادي الإسماعيلي عشان يقدر يستقر على التشكيل الأنسب من وجهة نظره وكمان طريقة اللعب. إن شاء الله الفترة اللي جاية الفريق عنده مواجهات كتيرة جدا وقوية جدا وكلها ورا بعض. يعني أنت حضرتك كل 2 3 أيام زي ما كنت بسمع خلال الأيام السابقة جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا كان يقول لك الأهلي وحشنا لأنه كنا بنلعب على خلال 7 8 أيام، دلوقتي حضرتك هتلعب كل 2 3 مباراة. يعني عبل ما تنام وتصحى هتلاقي الأهلي قدامك، هتتفرج على النادي الأهلي، هتتفرج على حب عمرك، حب عمرنا كله هو النادي الأهلي. النادي الأهلي هو الكل بينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي. خلي بالك الحالة المزاجية لكل مشجعي النادي الأهلي بتبقى حلوة لما ربنا بيبقى كارم الفرقة وبتكسب. وأنا لما بقعد حتى مع معظم نجوم فريق كرة القدم، أنا أو غيري من الجيل القديم، ما بنتكلمش غير على إن أنتوا بتمثلوا، أنتوا 11 لعيب ولكن بتمثلوا 80 90 مليون أهلاوي، ال 80 90 مليون أهلاوي مزاجهم مرتبط بحضرتك، مرتبط بالباص الحلو أو الثرو باص اللي أنت بتعمله، مرتبط بالجون اللي أنت بتجيبه، مرتبط بطريقة فرحك، بطريقة حتى خبطتك، مرتبط بيك في كل ما تفعله أثناء المباراة. وهو ده الأجيال اللي موجودة في النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن، هي تعتبر مثل أعلى لكل الشباب اللي بيتفرج عليهم في التلفزيون. فخلي بالك من أي حركة أنت بتعملها، خلي بالك من أي انفعال أنت بتعمله، خلي بالك من أي كورة أنت بتشوطها، لأنه الولاد الصغيرين شايفين وقاعدين بيتفرجوا عليك. دايما حط في دماغك أنه 70-80% من الجمهور الأهلاوي شباب، وكلهم نفسهم أو كلهم أنت بالنسبة لهم أي من نجوم الفريق، أي واحد من أول أصغر واحد لغاية أكبر واحد، كلكم بالنسبة لهم أمثلة. بيشوفك اللي بيلعب كرة، بيشوفك عايز بتلعب إزاي، يشوف قفشة بيلعب إزاي، يشوف محمد عبد المنعم بيلعب إزاي، يشوف السولية بيلعب إزاي، يشوف الشحات بيتنرفز ازاي، يشوف السولية بيباصي الكرة ازاي. فعشان كده خلي بالكم من كلامكم، خلي بالكم من طريقتكم، خلي بالكم من حتى نرفزتك المشروعة بالمناسبة اللي بنشوفها في كتير من الملاعب، ولكنها لعيب الكرة هيفضل طول عمره لعيب كرة. مفيش لعيب كرة في الدنيا بيحب يتغير، مفيش لعيب كرة في الدنيا بيحب يقعد احتياطي لحد، مفيش لعيب كرة في الدنيا والكلام ده انا مسؤول يعني ياما شفناه، وانا بكلم حضراتكم عن تجربة، ان مفيش لعيب كرة في العالم يكون عنده دم كده من جواه وما يبقاش زعلان ان هو قاعد احتياطي، او ما يبقاش زعلان ان هو طالع من المباراة وهو وحش اثناء المباراة. لانه انا وانا بلعب ببقى عارف اذا كنت انا وحش ولا كويس في المباراة، أنا ببقى عارف. أنا كنت كده، أنا وزمايلي كلهم كنا بنبقى عارفين. أجي أتكلم مع أبو تريكة أقول له، يقول لي يا عم أنا شايف، أنا مش شايف قدامي. فهو طالع بيبقى طالع متنرفز جدا إنه كان وحش في الماتش، فبيبقى طالع متنرفز. ولكن
اي حد من الاسماء الكبيره اللي موجوده كانت دايما بتبقى واخده بالها ان في حواليا وورايا ناس كتيره جدا جدا بتعتبرني مثل اعلى ليهم. فخد بالك لكل نجوم النادي الاهلي، انا بتكلم هنا بشكل عام، خدوا بالكم من تصرفاتكم المشروعه بالمناسبه، خدوا بالكم من كل حاجه انتوا بتعملوها، خد بالك من لبسك، خد بالك من اكلك، خد بالك من شربك، خد بالك من اي حاجه انت بتعملها، لانه هناك من يرى وهناك من يعتبرك مثله الاعلى، وبالتالي الحركات اللي انت بتعملها كلها بتبقى بالنسبه له، شوف فلان الفلاني ده، كابتن فلان الفلاني ده بيعمل الكره ازاي، شوف بيتنرفز ازاي، حتى في نرفزته هو راقي وهادي. هتقولي في نرفزه هاديه؟ هقول لك اه في. عشان كده انا دايما اقول لحضراتكم ايه، ما تبقوش قاسيين على لعيبه النادي الاهلي. الجمهور لعيبه النادي الاهلي الله يكون في عونهم، من مباراه لمباراه ومن بطوله لبطوله ومن سفر لسفر ومن بلد لبلد، وحتى هنا من اسكندريه لاسماعيليه للقاهره لاسكندريه تاني لهنا لهنا لهنا، وبعدين هيخلصوا كل اللي هم فيه ده، وتاني يوم مش هياخد اجازه، مش هيعرف يقعد مع عياله ومراته، هيروح المنتخب وهيبقى مطالب ان هو يبقى كويس في المنتخب، علشان المنتخب بدون لعيبه النادي الاهلي، بدون كل اللاعبين ولكن بدون لعيبه النادي الاهلي عنده مشكله، فمضطر ان هو يخش تاني في مود جديد، مود المنتخب، وبعدين يخلص ماتش المنتخب وضغطه المنتخب يرجع تاني للنادي الاهلي ويخش على نهائي افريقيا وقبل ونهائي افريقيا تاني، وما يحدث من فرح قوي جدا لو ربنا كرمنا وكسبنا هذه البطوله، ولا قدر الله لو حصل اي حاجه. وبالتالي خلي بالكم من اللعيبه، خلي بالكم من لعيبتكم، اقفوا معاهم، لو غلطوا نقول لهم انتوا غلطتوا بس بالراحه. صدقوني كل هؤلاء اللاعبين مش عايزين حاجه غير سعاده جمهور النادي الاهلي، وانا بقول الكلام ده النهارده تحديدا عشان الناس دي كلها، لعيبه النادي الاهلي كلها، انا اتكلمت معاهم كتير قوي الفتره اللي فاتت، ما عندهمش غير حاجه واحده بس، سعاده جمهور النادي الاهلي، ان حضرتك تبقى مبسوط، ان حضرتك تبقى سعيد. والله بجد. فعشان كده بقول لك ما تبقوش قاسيين عليهم. الله يكون في عون اللعيب اللي طالع وهو عارف ان هو وحش، بيبقى طالع متنرفز وبيعمل وبتاع، بتوقع عليه العقوبه وبيكمل، ما عندناش مشكله، هذه هي سنه الحياه، هذه هي كره القدم بالمناسبه. فمش عايزين حضراتكم تبقوا قاسيين على اللاعبين، خصوصا هذه الفتره. الفتره دي احنا محتاجين كلنا نساند وندعم بعض، الوحش نقول له انت وحش، ولكن نسانده وندعمه، بعد ما نقول له انت وحش هنساندك وندعمك على طول. هي الفترة دي ال 18 20 25 يوم اللي جايين هيبقوا كده، احنا عندنا من يوم واحد ليوم 25 قلب السنة، السنة كلها هتبقى في ايدينا. حصاد السنة في كرة القدم هيبقى في هذا في هذا الشهر. فعايزين نبقى ماسكين كل حاجة احنا كجمهور، أنا هنا بتكلم واحد من حضراتكم، لهؤلاء اللاعبين اللي يستحقوا كل التحية وكل التقدير من كل واحد فينا. لانه هذا الجيل من اللاعبين عمل اللي عليه ولسه هيعمل وربنا لو كرمنا ان شاء الله يوم 25 وفرحنا وخدنا هذه البطوله 25 مايو، لا هذا الجيل من اللاعبين هيكون عمل حاجه كبيره جدا 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 بفضل جمهور محترم، جمهور يعلم متى يساند، جمهور يعلم متى يدعم، جمهور يعلم متى ينتقد. عشان كده ال 20 25 يوم دول هتلاقي من هنا لهنا ومن ماتش لماتش ومن بطوله لبطوله ومن مباراه لمباراه كلنا ورا هذا الفريق، كلنا ورا رجالتنا، كلنا هنفضل واقفين وراهم كجمهور النادي الاهلي. انا بس حبيت ابدا بهذه المقدمه لانه صدقوني الفتره اللي جايه صعبه جدا، ومش عايزين حد يهزنا، مش عايزين غير حاجه واحده بس، ازاي نقدر نكسب الثلاث اربع مباريات اللي قبل نهائي افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالنهائي الافريقي، ويستطيع النادي الاهلي او يستطيع هذا الجيل من نجوم النادي الاهلي ان هم يفوزوا بهذه البطوله.